عهد جديد من التعاون الأمني الوثيق بين واشنطن، طوكيو وسيول أفرزته القمة الثلاثية التي استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن في منتجع كامب ديفيد. بكين لم تنتظر طويلا ونددت بالبيان الصادر خلال هذه القمة التي حملت انتقادات لاذعة للصين والذي اعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية. نواة تحالف جديد تظهر في آسيا تعتبرها بكين بأنه الناتو للمحيط الهادي تنجر عليه عواقب وخيمة. فما مخاطر التصعيد في بحر الصين الجنوبي؟ هل ترسم قمة كامب ديفيد عهدا جديدا في التحالفات أو من التحالفات الإقليمية؟ وما تداعيات التوتر في بحر الصين الجنوبي على ممرات التجارة العالمية؟ وتتابعون في عدد اليوم من نبض العالم التغيرات المناخية وتأثيرها على البشرية، حيث يحتل الحديث عن ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ الصدارة لدى الدول الكبرى والنامية على السواء، باعتبار أن تغير المناخ يأتي على رأس التحديات التي تواجه العالم في العصر الحالي والمشكلة الأكبر عالميا. فهي مسؤولية تاريخية للدول الصناعية عن ظاهرة التغير المناخي. ما مدى نجاعة مفاوضات مكافحة الاحتباس الحراري لإنقاذ العالم من سيناريو الهلاك؟ وما مدى استعداد الحكومات لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة؟ نبض العالم، أهلا بكم. أهلا بكم من جديد. نددت بكين الاثنين بالبيان الصادر عن قمة كامب ديفيد الثلاثية الأخيرة، واعتبرت مضمون الإعلان المشترك تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين. واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بينغ قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وسيول بالتهجم على بكين عبر استغلال ملفات متعلقة بتايوان وقضايا بحرية. في قمة كامب ديفيد شوه قادة الولايات المتحدة واليابان والجمهورية الكورية صورة الصين وهاجموها بخصوص قضايا متعلقة بتايوان وقضايا بحرية، وتدخلوا بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وزرعوا الخلاف عمدا بين الصين وجيرانها. تعبر الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة، وقدمت احتجاجات رسمية للأطراف المعنية. للحديث أكثر عن الموضوع بالتحليل والنقاش، أرحب بضيفاي عبر خدمة سكايب من بكين أستاذ الدراسات الدولية في جامعة سونغ ياتسين الدكتور شاهر الشاهر، ومن موسكو مدير مركز جي إس إم للأبحاث والدراسات الدكتور آصف ملحم. أهلا بكما ضيفاي، وأبدأ بضيفي من بكين شاهر الشاهر. بكين استنكرت الاثنين الإعلان المشترك الصادر بعد القمة بين واشنطن وسيول وطوكيو، مواجهة انتقادات للقادة المعنيين بتشويه صورة الصين ومهاجمتها بخصوص قضايا متعلقة بتايوان وقضايا بحرية أيضا. كيف تقرأ بداية أول رد فعل بعد اجتماع كامب ديفيد الثلاثي دكتور؟ تفضل. طبعا مساء الخير، تحية لك والسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. أهلا وسهلا. طبعا الحديث عن الناتو الآسيوي لم يكن بانعقاد قمة كامب ديفيد، أعتقد كان قبل ذلك بكثير، كان هناك مخاوف صينية من ذلك، وكان الحديث عن هذا التحالف لأنه هناك مجموعة من التصرفات التي سبقت هذا الاجتماع إن كان من طرف اليابان أو كوريا أو الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتذكر قمة الناتو الأخيرة التي عقدت في هيروشيما، والتي عفوا قمة السبعة أعتقد التي عقدت في هيروشيما، والتي أرسلت رسائل سلبية تجاه بكين في ذلك الوقت، كما أننا نتذكر التصعيد الأخير الذي جرى بين اليابان وبكين، إن كان لجهة تصريف المياه الثقيلة أو المياه الملوثة في منطقة بحر الصين الجنوبي، أو إصدار الكتاب الأبيض الياباني الذي تحدث عن الصين بصفتها عدو يجب احتوائه، أو إن كان رفض اليابان ربما الاحتفال رسميا بالمعاهدة المشتركة، معاهدة الصداقة المشتركة بين البلدين. طبعا الصين قدمت ربما بعض النقاط الإيجابية، هي حاولت أن تدعو اليابان إلى الحوار مثلا، هي فتحت السفر إلى اليابان للسواح الصينيين الذين يريدون السفر بعد أن أغلق قبل كوفيد، وهذا طبعا رقم كبير، هم يشكلون حوالي 33% من حجم السياح الأجانب الذين يأتون إلى اليابان. الصين ترى أن التدخل الخارجي وخاصة الولايات المتحدة التي تسعى من خلال تدخلها في منطقة بحر الصين الجنوبي حشد طوق من التحالفات في محيط بكين هدفه التصعيد وربما جر بكين إلى استنزافها في مواجهة ربما على غرار مثلا ما يجري في أوكرانيا عندما تم استنزاف موسكو أو محاولة استنزاف موسكو إلى هذه المعركة. لذلك الصين تقرأ هذه الرسائل بشكل واضح، رغم أن قادة الدول الثلاث ربما تجنبوا الإشارة بشكل واضح إلى الصين، هم قالوا أن الهدف من هذا التحالف هو كوريا الشمالية، لكن بكين تقرأ ذلك بشكل جيد، وأعتقد أن بكين استبقت ذلك بقمة كانت هامة أو زيارة هامة لوزير الدفاع الصيني إلى موسكو ومن ثم إلى بيلاروسيا، وأعتقد أن الزيارة إلى بيلاروسيا زيارة هامة، وأعتقد أن توطيد العلاقات السياسية والعسكرية بين موسكو وبكين وكوريا الشمالية وأيضا بيلاروسيا أصبح محور لمواجهة هذا المحور الذي بدأ يتشكل. طيب، أذهب إلى ضيفي الدكتور آصف ملحم. هل ترسم قمة كامب ديفيد عهدا جديدا من التحالفات الإقليمية برأيك؟ تحياتي لكم وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. سيدي، نحن جلسنا نحلل معطيات هذه القمة بدقة كبيرة، ودرسنا يعني الخلفيات السابقة لها، ودرسنا كل ما يحيط بها. الولايات المتحدة الأمريكية نعم تحاول اختراق هذه المنطقة الشرقية، إن صح التسمية شرق العالم، حاولت سابقا عن طريق اختراق آسيا الوسطى تحديدا لكي يعني تضع حتى اسمها شقا بين روسيا والصين، ولكنها لم تتمكن، كانت تتسلل هناك إن صح التسمية كاللص ببطء وبدون أن تشعر أحد بذلك، يعني إلى درجة بدأ الكثير من المحللين الأمريكيين يقول لا يوجد عند الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية ثابتة فيما يتعلق بآسيا الوسطى وبحر قزوين على الإطلاق. وبالتالي طبعا طرق التغيير السياسي المعتمده في الولايات المتحده الامريكيه اما تدخل خارجي مباشر او داخلي. طبعا هي تنشر عندها الكثير من المنظمات غير الحكوميه التي تعمل في الفضاء ما بعد السوفيتي وفي اسيا الوسطى وغيرها، ولكن رغم ذلك كانت تتسلل ببطء كما قلنا، لان هناك قوتان عظميان هي الصين وروسيا، والدخول بينهما ليس قضيه سهله. لو عدنا ايضا بالذاكره الخلف، تحالف أوكوس تأسس قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية يبدو أنها زادت القناعة عند الكوريين الجنوبيين وعند اليابانيين بأن الصين يعني بتحالفها مع روسيا قد تغزو تايوان أو تتدخل عسكريا في تايوان، ولذلك هذا التحالف تم. نحن نعتقد يعني بعدما حللنا كل هذه المعطيات نعتقد أن هذه الخطوة الأمريكية لها هدف واحد، لأن هذا التحالف بحد ذاته هش. هذا العنوان احتواء الصين عديم المعنى، مواجهة الصواريخ الكورية الشمالية أيضا عديم المعنى، لأن الحماة الطائرات الأمريكية تجوب المحيطات والبحار، وبالتالي يمكنها بكل سهولة مواجهة هذه الصواريخ. ليس هذا فحسب، يعني أصبح وضع أننا كتلة مجابه كتلة، يعني روسيا والصين من جهة وكوريا الشمالية والحلف الغربي من جهة ثانية، وبالتالي اصطدام هذين الكتلتين بعضهما البعض يعني هو كارثة سيكون على العالم. لذلك نعتقد أن هذه الخطوة الأمريكية جاءت فقط لاستكمال التموضع الأمريكي فقط، والقول للعالم بأن عند الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية متكاملة، فهي صالحت أوروبا مع تركيا لأن صورتها في الشرق الأوسط اهتزت، الآن طيب. في جنوب شرق آسيا تقوم بأفعاله، وبالتالي هو فقط نوع من كسب الأصوات الانتخابية للرئيس بايدن وليس أكثر. يعني هذا التحالف في الحقيقة هش، ولن تقوم له قائمة في المستقبل على الأقل، في المستقبل القريب على الأقل. طيب دكتور شاهر، دكتور آصف ملحم يقول بأن هذه الخطوة جاءت لاستكمال ربما التموقع الأمريكي، برأيك طيب كيف سيكون الرد من طرف الصين على هذه القمة التي تعتبرها بكين ناتو للمحيط الهادي، وأنت الذي قلت بأنه لا يمكن أن تكون ربما في هنالك ناتو في المحيط الهادي؟ تفضل. نعم، أعتقد أن الصين سترد أو من خلال تقاربها، المزيد من التقارب مع روسيا ومع كوريا الشمالية. أعتقد أن العالم سيشهد غدا ربما انعقاد قمة البريكس. أيضا هذه القمة هي ستكون رد على هذا. الصين تتحرك في كافة الاتجاهات، الصين تحاول كسر هيمنة الدولار بخطوات ثابتة وبخطوات ملموسة وبخطوات عملية. بشكل عام دائما السياسة الصينية تبتعد عن الكلام الكثير ربما، ولكنها تفعل الكثير من ذلك. الصين في الفترة الأخيرة نحن نعرف أنها باعت الكثير من سندات الخزينة التي كانت تمتلكها في الولايات المتحدة، مما سبب هزة في الاقتصاد الأمريكي. إذا الكثير من العوامل والأوراق التي بيد الصين. الصين اليوم تتقدم إلى منطقة الشرق الأوسط التي هي كانت تاريخيا مثلا مناطق نفوذ أمريكية، الصين تتقدم إلى آسيا الوسطى، الصين دخلت القارة الأفريقية وتقيم شراكات قوية. كان هناك قمة هامة التي قام بها الرئيس الجزائري في الآونة الأخيرة في بكين، أعتقد أيضا أسست لمرحلة قادمة مزيد من التعاون بين الجزائر والقارة الأفريقية بشكل عام والصين. إذا الصين لديها الكثير من الأوراق، أعتقد أنها تعرف توظيف هذه الأوراق لكنها تبتعد عن الكلام بشكل عام. ودائما نحن نقول أن السياسة الصينية أيضا تعظم المخاطر. ربما هذه القمة ليست هي ناتو آسيوي كما تفضل الدكتور وربما قلل من أهميتها أو أشار إلى واقعها، لكن السياسة الصينية دائما تسعى إلى تعظيم المخاطر من باب تدارك الأخطار التي يمكن أن تنشأ عن ذلك. أنا أعتقد أن دول الناتو في الاجتماع الأخير الذي جرى دول الناتو لم تكن متحمسة لإقامة أي شراكات مع الدول المحيطة بالصين وخاصة فرنسا وألمانيا. هم يسعون إلى مزيد من التعاون مع هذه الدول، ولكن ليس من باب التحالف، لأنهم لا يريدون إزعاج بكين، لأن لديهم مصالح اقتصادية كبيرة وهم بحاجة اليوم إلى بكين وبشكل كبير. طيب دكتور ملحم، فصل جديد في العلاقات بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان أيضا، برأيك ما أشكال التعاون المنتظرة من خلال قمة كامب ديفيد الأخيرة الثلاثية لمواجهة الصين وأيضا تهديدات كوريا الشمالية برأيك؟ سيدي، نحن أشرنا يعني هذا العنوان احتواء الصين يعني بحد ذاته عنوان غير واقعي. كيف يمكن احتواء الصين؟ يعني الصين لها علاقات متشعبة مع كل دول العالم، تتقدم في كل مكان ومرغوب بوجودها في كل مكان في افريقيا وامريكا الجنوبية، علاقاتها جيدة مع كل دول العالم. هذا العنوان احتواء. صحيح انه يوجد خلافات، يعني هناك خلافات في بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في مجال الامن والعلاقات الاقتصادية والمساعدات الانسانية والتكنولوجيا الحديثة وغيرها، ولكن هذا لا يرقى الى ان يتم تأسيس يعني تحالف عسكري يشبه الناتو يعني ولمواجهة الصين. احتواء الصين غير ممكن. الصين موجودة يعني كقوة ضاربة وقوة اقتصادية صاعدة كبيرة، وبالتالي احتوائها غير ممكن. وفق ما أعلن سيدي، هذا التحالف يعني قالوا بأنه سيتم إجراء مناورة وتدريبات في شبه الجزيرة الكورية، تبادل المعلومات الاستخباراتية، تبادل المعلومات حول التجارب الصاروخية الكورية الشمالية، الأمن السيبراني، التعاون الصناعي. هذا لن يمنعه أحد. يعني الصين لا أعتقد أنها ستقف ستمانع هذا التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان إذا كان هذا لا يؤثر أو لا يمس الأمن القومي الصيني أو لا تتأثر مصالح الصين المباشرة في أي منطقة مناطق العالم. وهذه السياسة الصينية المتبعة وروسيا كذلك الأمر. ولكن العنوان أصبح واضحا عندما تقوم روسيا بإرسال يعني الشركات الأمنية الخاصة إلى بيلاروسيا، وعندما يزور السيد وزير الدفاع الروسي كوريا الشمالية، وهناك أنباء عن تأسيس جيش تعداده حوالي 300,000 في تلك المنطقة، وهو مجهز بالعتاد والسلاح. بحدوث 60%. أي أن هذا رسالة قوية أنكم إذا قمتم بأي تكتل لمواجهتنا فلدينا نحن تكتل ومحور جاهز لمواجهتكم، وهذه المواجهة حقيقة ستكون كارثية. لذلك نحن يعني وفق تقييمنا لكل ذلك رغم كل هذه الضجة الإعلامية ورغم كل هذا الضخ الإعلامي الكبير حول الموضوع أن هذا التحالف من الناحية البنيوية هو تحالف يعني هش، ومن الناحية الوظيفية هو فقط سيتم توظيفه فقط إعلاميا، سيتم توظيفه فقط لكي ترتفع أسهم بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وخاصة نحن نلاحظ أن مكانة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تتدهور وتتراجع في كل منطقة من مناطق العالم، وهذا في الحقيقة ما وصلت إليه كاستنتاج. طيب دكتور شاهر، الزعماء الثلاثة عبروا عن التزامهم بالتشاور مع بعضهم على نحو فوري خلال الأزمات وتنسيق الاستجابة للتحديات الإقليمية والاستفزازات أيضا التي تؤثر على المصالح المشتركة. هل هذا يعني أن الخطوات القادمة من طرف الزعماء الثلاثة ستكون حاسمة أكثر من أي وقت مضى كما يقول البعض؟ لا أعتقد أنهم سيكون خطوات حاسمة. يعني ماذا يستطيعون أن يفعلون تجاه التجارب التي تجريها اليوم كوريا الشمالية؟ ماذا تستطيع الولايات المتحدة أو هذه الدول أن تفعل؟ كوريا الشمالية مستمرة في تجاربها النووية، الصين تتقدم أكثر اتجاه موسكو، ربما هناك زيارة في أكتوبر أعتقد ربما يتحدثون عن زيارة للرئيس الروسي إلى بكين. الصين تقيم مجموعة من التحالفات، قمة بريكس كما قلت لك. أعتقد حتى اليابان والرسائل التي قدمتها الصين بأن هذا التحالف لا يصب في مصلحة اليابان ولا في مصلحة كوريا الجنوبية. أعتقد أن كان هناك مبعوث من الحكومة اليابانية كان يناقش مع القيادة في الصين موضوع التخلص من المياه الملوثة. طبعا جرى التسويق إعلاميا أن هذه المشكلة هي فقط احتجاج من قبل الصين، بينما هي في الواقع احتجاج حتى في الداخل الياباني من قبل جمعيات الزراعة وصيد الأسماك وغير ذلك بأن هذه المياه الملوثة سوف تتسبب بكارثة طبيعية لهذه المنطقة. وحتى من كوريا الجنوبية أيضا هناك تحفظات. إذن هناك زخم إعلامي كبير، شيطنة الصين، محاولة الإساءة لكل ما تقوم به بكين. أنا أعتقد أن الصين أيضا تبتعد عن السياسات الإعلامية، عن الفقاعات الإعلامية، هي تتقدم بهدوء. كما تفضل الدكتور، أعتقد أن فكرة احتواء الصين أصبحت نوع من الخيال. لا يمكن، هم يقولون أنه لا يمكن احتواء الصين إلا بفصلها عن موسكو، ولكن ما الذي يحصل؟ بعد أن وضعوا هذه الاستراتيجية أصبحت الصين وموسكو يتقدمان أكثر تجاه بعضهما ويصلان ربما حد التحالف بعد أن حققا شراكة استراتيجية. أعتقد أن الرئيس بايدن هو بحاجة إلى نوع من النجاح للانتخابات القادمة كما تفضل أيضا ضيفكم الكريم. أعتقد أيضا انسحاب أستراليا من أوكوس أو كواد أو عدم فاعلية أستراليا فشل هذين الحلفين أيضا يريد أن يغطي عليه الرئيس بايدن بهذا التحالف الثلاثي الجديد. طيب دكتور شاهر، أعود إليك. دكتور ملحم، أنت منذ قليل تحدثت عن حملة استباقية للرئيس الأمريكي جو بايدن، وأيضا دكتور شاهر تحدث عن هذا الزخم الإعلامي لهذه القمة. طيب في ظل هذه المعطيات القائمة، ما الرسائل التي يريد القادة الثلاثة توجيهها من خلال قمة كامب ديفيد في ظل تصريح أيضا للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي اعتبر مراقبون أنه يتناقض مع أهداف القمة حين قال بأن هذه الأخيرة لا تهدد أي دولة آسيوية؟ سيدي، يعني دائما يعني نحن في علم السياسة لدينا ما يسمى نافذة أوفرتون. يعني هذه النافذة دائما يطرح عبرها الآراء، إن صح التسمية، الآراء المعتدلة، الآراء المتطرفة سواء يمينا أو يسارا تكون عادة غير مقبولة من الشارع. لذلك يعني هم دائما يعني القمة، هذه التصريحات نسمعها ونعلق عليها هنا في موسكو، يعني القمة إيجابية ولكنها مقلقة. القمة، هذه التحركات كما قلت هي الولايات المتحدة الأمريكية تمضي بتوجس. الولايات المتحدة الأمريكية سيدي، وأنا أكرر هذا الكلام مرة أخرى، لا يوجد عندها استراتيجيات. اكبر كذبه تكذبها على العالم انه يوجد عندها استراتيجيات وتخطيط بعيد المدى. هو هم اصلا في كل كتبهم وفي كل في الادبيات السياسيه والاقتصاديه والاداريه يعرفون الاستراتيجيه على انها عباره عن مغامره، وكل ما يقولون عنه بانه لدينا ابحاث وقمنا ومراكز ابحاث تقوم بالدراسه، كل هذه المراكز الابحاث تابعه للبنتاغون وتابعه لاجهزه المخابرات عندهم. لذلك اعتقد ان هذا الموضوع، هذا التحالف، نوع ان صح التسميه انه تحالف، هو ليس تحالف، وهناك راي عام كما فهمنا، راي عام ياباني وراي عام كوري جنوبي ايضا ليس مؤيد تماما لهذا التحالف، وبالتالي اعتقد انه مجرد فقاعه اعلاميه تتدخل بتوجس، تتدخل ان استطاعت ان تحدث خلقا ما فقد تكمل، وان شعرت باي خطر فقد تنسحب، وهذه سياسه الولايات المتحده الامريكيه منذ الحرب العالميه الثانيه حتى الان، اذا شعرت باي نوع من انواع الخطر فقد تنسحب. لذلك هي خطوه ان صح التسميه يمكن خطوه الى الامام مرتبكه غير مدروسه عديمه المعنى وليس اكثر من ذلك، وقد اذا تراها سننظر الى المستقبل، اذا تراها خطوات عمليه اكثر من ذلك فلكل حديث، ولكن هم يعرفون جيدا ان التحالف موسكو بكين اصبح اكثر قوه من ذي قبل. طيب دكتور ملحم، على ضوء ما تستفيض الحديث فيه الان، برايك ما المسارات التي يمكن ان ياخذها الاستقرار في المحيطين الهندي والهادي على ضوء هذه القمه؟ سيدي كما تفضل الدكتور عند تحالف اوكوس فشل، تحالف اوكوس تم انشاؤه قبل هذا التحالف الثلاثي، أليس كذلك؟ وبالتالي أعتقد هذا التحالف أيضا سيفشل. طبعا هناك الكثير من الدول الصغيرة المحيطة بالصين قد تكون خائفة على مستقبلها، قد تكون خائفة، الصين دولة عظمى في تلك المنطقة، وبالتالي هنا نعتقد وفق تقديرنا أن الصين سيصبح من واجبها هي محاولة تعزيز تعاونها مع الدول المجاورة، تعزيز تحالفها مع الدول المجاورة، وعبر مشروعها الحزام والطريق أيضا هي تحاول ربط نفسها بمعظم دول العالم. لذلك إذا استطاعت الصين تعزيز تعاونها مع هذه الدول وطمأنتهم إلى مستقبلهم، فأعتقد أن هذا التحالف سيتلاشى من تلقاء نفسه وبدون أي جهود أخرى. طيب أعود إليك دكتور شاهر، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر حشد القوات العسكرية من طرف البلدان الثلاثة على المنطقة، وكيف برأيك أيضا سترد الصين على ما تعتبره تهديدا مباشرا؟ أنا أعتقد أن المنطقة أساساً هي منطقة متوترة نتيجة وجود الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة. يمكن أن نذكر السادة المشاهدين هنا بأن اليابان ربما هي أكبر دولة فيها قواعد أمريكية، هي فيها حوالي 120 قاعدة أمريكية، فيها أكثر من 50,000 عسكري أمريكي في اليابان، أيضاً في كوريا يوجد حوالي 30,000 عسكري في هذه المنطقة. الولايات المتحدة ليس في هاتين الدولتين، ربما هي تتواجد في أكثر دول المنطقة، ورأي التصعيد الأخير الذي جرى بين الفلبين والصين أيضا ربما العامل الأمريكي كان حاضرا وفاعلا فيه. الصين لا زالت تنجح في تمرير الوقت وعدم الانجرار إلى أي مواجهة مع أي دولة من دول المنطقة. الولايات المتحدة إلى متى هي مستمرة في هذه السياسة؟ أعتقد هذا لن يتجاوز بضعة أشهر، وستدخل الولايات المتحدة في موضوع التحضير للانتخابات، وسينشغل الرئيس بايدن بانتخاباته الحزبية، ويبقى موضوع الرئيس القادم هو من سيحدد كيف سيكون مستقبل العلاقات. فمنطقة بحر الصين الجنوبي منطقة هامة جدا، منطقة تشهد توتر كبير، العالم ربما يراهن على نجاح السياسة الصينية وهدوئها وقدرتها على عدم الانجرار إلى أي مواجهة. أيضا أريد أن أذكر بأن من أهداف ربما هذه القمة كان إظهار بأن هناك تأييد من خارج الدول الأوروبية لأوكرانيا. هذا مهم بالنسبة للرئيس بايدن، ومهم بالنسبة للولايات المتحدة أنهم يقولون أن هناك دولتين آسيويتين هامتين الآن ربما يؤيدان أوكرانيا، أو هم يقفان ضد ما تقوم به موسكو، حرب في أوكرانيا. فمن هذه الزاوية أعتقد هكذا يمكن أن نرى المشهد. طيب دكتور ملحم، دكتور شاهر تحدث عن توتر مستعصي إن صح التعبير في المنطقة، ما التحديات، أو أولا إلى ما سيفضي هذا التوتر، وما التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل هذه التصريحات والتصريحات المضادة بين واشنطن وبكين؟ السيدة الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الورقة الأوكرانية إن صح التسمية لتمرير الكثير من الأسلحة إلى الفلبين، ونعلم ذلك جيدا. الكثير من الأسلحة التي كانت صُرفت على الورق على أنها ستذهب إلى أوكرانيا ولكنها ذهبت إلى الفلبين لمحاولة يعني كما يقال مواجهة الصين، ولكن الصين أعتقد أنها لن تنجر إلى صراع عسكري في تلك المنطقة، وأعتقد لذلك من الصعب يعني الدول الأوروبية نفسها يعني غير مستعدة لهذا الصراع. حصول مواجهة في تلك المنطقة يعني سيؤدي إلى كوارث اقتصادية في العالم. يعني الدول الأوروبية بعد زيارة بعد هذه الاستفزازات المستمرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للصين بدأت تقول إلا الصين إلا الصين، لا تقترب من الصين. يعني الصين مشتبكة اقتصاديا مع العديد، متشابكة اقتصاديا مع العديد من دول العالم، وبالتالي تأجيج هذه المنطقة بصراع ما سيكون يعني ستكون نتائجه الاقتصادية أكثر كارثية من الحرب الروسية الأوكرانية. لذلك أعتقد أن في تلك المنطقة حصول مواجهة مسلحة غير ممكن على الأقل في المدى القريب، على الأقل من القريب. في المدى البعيد لا ندري، بعد يعني ظهور رئيس جديد في الولايات المتحدة الأمريكية قد تتغير هذه الصورة، ولكن بشكل عام هذا هو الوضع. الصين استفزازها صعب جدا، وهي دائما تتحدث عن حلول سلمية، سياستها حكيمة متوازنة، وبالتالي أعتقد أن الموضوع سيتم احتواء. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستتراجع. الصين كما أشار الضيف أيضا إلى هذه النقطة قللت من استثماراتها في الديون الخارجية الأمريكية، وبدأت يعني تتموضع أكثر بالقرب من روسيا، ولذلك لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعيد حساباتها ولن تؤجل المنطقة أكثر من ذلك. طيب، ضيفي من موسكو مدير مركز جي إس إم للأبحاث والدراسات الدكتور آصف ملحم، شكرا جزيلا لك. وأواصل النقاش مع ضيفي من بكين الدكتور شاهر الشاهر. ما تداعيات التوتر في بحر الصين الجنوبي على ممرات التجارة العالمية؟ طبعا هذه المنطقة معروف أنها منطقة هامة، منطقة تمر فيها أكثر بوارج النفط وأكثر شاحنات التجارة. معروف أهمية الصين التي تعد مصنع العالم بالنسبة للعالم. ربما نشير إلى حجم التبادل بين الولايات المتحدة والصين فقط. إذا أشرنا إلى حجم التبادل رغم كل هذا التوتر الذي يتحدثون عنه، بلغ في العام الماضي حجم التبادل التجاري 690 مليار دولار، بمعنى حوالي أكثر من 2 مليار دولار يوم يوميا بين الولايات المتحدة والصين. هناك تبادل تجاري كبير بين الصين والاتحاد الأوروبي يتجاوز 2.5 مليار يورو يوميا. إذا أرقام كبيرة، أرقام مهولة. هذه المنطقة منطقة هامة، لا يمكن للعالم تخيل إغلاقها أو نشوف أي توتر فيها، وخاصة بالنسبة للدول الهامة التي هي الولايات المتحدة والمعسكر الغربي. لذلك أنا أعتقد أن الولايات المتحدة هي لا تسعى إلى حرب مفتوحة في هذه المنطقة. هي كل ما تريده إذا استطاعت جر بكين إلى مواجهة، تكون الولايات المتحدة قادرة على إدارتها بالوكالة. وما هو الرد الصيني على ذلك؟ الرد الصيني كان بقطع قنوات التواصل المباشرة بينه وبين الولايات المتحدة، وخاصة في المجال العسكري والأمني. بمعنى أن الرسالة السياسية التي تريد بكين أن تقولها لواشنطن أنه إذا حدث أي مواجهة في منطقة بحر الصين الجنوبي فإنها لن تكون حربا بالوكالة كما تقوم بها الولايات المتحدة اليوم في أوكرانيا، بل ستكون مواجهة مباشرة بين جيش التحرير الصيني وبين القوات الأمريكية المتواجدة في هذه المنطقة. ومن يتابع الصين في الآونة الأخيرة يرى الحضور المتزايد والظهور المتزايد للرئيس الصيني بالزي العسكري، وحملة مكافحة الفساد الجادة والكبيرة التي يقوم بها في مجال تطهير الجيش من بعض العناصر الفاسدة كما يقولون، وربط خطته الاستراتيجية لل5 سنوات القادمة حتى عام 2027 باستكمال بناء الجيش الصيني ليكون قادرا على خوض المعارك إذا استدعى الأمر ذلك. أعتقد كل هذا ينبئ بأن الصين تحضر نفسها وتستعد لكي تكون قادرة على الفعل، لكنها لا تريد الآن الانجرار إلى أي مواجهة، ويبقى الرهان على مدى قدرة بكين على فعل ذلك. هل تستطيع الحفاظ الآن على هدوئها أم ستنجر إلى تلك المواجهة؟ طبعا أنا أرجح أنها لن تنجر إلى ذلك ولن تفعل كما فعلت روسيا في أوكرانيا. طيب، وفي ظل هذه التصريحات باختصار دكتور شايل، في ظل هذه التصريحات التي يعتبرها البعض مستفزة من طرف واشنطن، ما هو القادم في المنطقة خاصة من الجانب الصيني باختصار شديد دكتور؟ الصين دائما تقدم البديل، الصين تقدم نفسها كمنافس، الصين تفكر بعقلية التاجر، هي تقدم نفسها للدول بمعنى أنا موجود والولايات المتحدة موجودة، من يريد أن يتعامل معي فليتفضل ومن يريد أن يتعامل مع الولايات المتحدة فليذهب. أعتقد أن النموذج الصيني هو النموذج الأكثر قبولا لدى دول العالم، لأنه ليس هناك تدخلات سياسية في إقامة العلاقات بين الدول، لذلك أعتقد أن الصين تحظى بقبول شعبي وقبول رسمي من قبل أكثر أنظمة العالم، لأن الصين ليس لها تاريخ استعماري ولأن الحكومة الصينية ليس لها إملاءات كثيرة أو إملاءات سياسية تتعلق بأنظمة الحكم وشكله. طيب، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة سون ياتسين الدكتور شاهر الشاهر، نكتفي بهذا القدر. النبض العالمي ما زال متواصلا معكم مشاهدينا، فاصل قصير ولنعود معكم.